ميس الزبن تتصدر حديث مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن. ثورة للإطاحة بالقطري ناصر الخليفي وليوناردو من باريس سان جيرمان بعد الفشل الأوروبي أمام ريال مدريد. في الأردن تصدر اسم الشاب الأردني ميس الزبن للترند عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشر قصة إصرارها وقوتها عبر حسابها الخاص على الفيسبوك والإنستغرام، وكتبت ميس قصتها على صور تخرجها من الجامعة بعد سنوات من التعب والتحدي بسبب فقدانها شعرها بالكامل ورموشها وشعر حواجبها. وعانت ميس من مرض الثعلب الشديدة والمتقدمة واللي بتؤدي إلى تساقط الشعر بالكامل. ميس قررت دراسة تخصص علم النفس بعد الحالة الصعبة اللي كانت بتعيشها مع نفسها كل يوم، وهي على أمل ظهور شعرها من جديد حتى تستعد للاحتفال بتخرجها بشعر جديد وشكل جديد، إلا أنها استمرت على الحال ذاته. وكتبت ميس على صورة تخرجها: باللحظة اللي قررت فيها أتصور عشان التخرج قررت أتصور هالصورة، صورة تبين شكلي الحقيقي، شكلي اللي رافقني نص حياتي الدراسية وحتى أكثر من النص. وعبر عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن عن فرحهم بقوتها وإصرارها، فكتب إيهاب العابودي: ما أروع ميس الزبن وما أروع نشر الإيجابيات، في مثلها عشرات ويمكن مئات، ولكن أنهوا مستقبلهم بسلبيتهم. شكرا ميس، لأنك راح تكوني قدوة لكثير شباب الطموح عندهم مرحلة وفقط. وغردت ابتسام المناصير: بما أنه التايم صار إلو يومين في سلبية سوداء وعنصرية أفقدتنا كل إشي حلو فيما بيننا، حابة أحكي لكم عن أعظم خريجة لهاي السنة، ميس الزبن، خريجة أم الجامعات الأردنية. ميس الزبن خريجة قسم علم النفس. وكتب عصام الخالدي: أنا عايشت هاي المعاناة من خلال زميل إلي، كان عنده بنت جميلة وذكية وللأسف صابها نفس المشكلة. الموضوع صعب جدا، وبنتمنى حقيقة التوفيق لميس وتكون قدوة لكثير من البنات والشباب اللي بمروا بظروف قاسية ورغم ذلك بيكافحوا وبينجزوا، الله يوفقها. وعبرت فادي الرواجدة عن فخرها بميس فقالت: حولت المحنة إلى منحة، زادتها إصرار وعزيمة، كم هي عظيمة ميس الزبن وكم نحتاج لمثل هذه الشجاعة. وفي الترند الرياضي انتشرت أخبار رياضية عن أنه باريس سان جيرمان بدأ الاستعداد لاتخاذ قرارات ثورية بعد توديع دوري أبطال أوروبا من ثمن النهائي على يد ريال مدريد. ذكرت صحيفة سبورت الكتالونية أنه الإدارة القطرية لباريس قررت إنهاء المشروع اللي خططت له منذ سنوات بعد ما صرفت أموال طائلة وما حققت النتائج المرجوة، وبدأت حالة من الغضب تصيب الإدارة بشدة من الأداء بعد ما خابت أمالها في سيطرة الفريق على كل البطولات الممكنة هذا الموسم بفضل الأسماء الموجودة فيه. وبتخطط الإدارة للإطاحة بناصر الخليفي رئيس النادي وليونارد المدير الرياضي بالإضافة إلى المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكوتينيو. واشترى جهاز قطر للاستثمار المملوك للحكومة القطرية نادي باريس سان جيرمان بسنة 2012 لحتى يقارع الأندية الأوروبية العملاقة ويتوج بدوري أبطال أوروبا، إلا أنه فشل حتى الآن بالتتويج الأوروبي. وعلى السوشيال ميديا كان في تفاعل كبير بخصوص هذا الموضوع بين مؤيد ومعارض لهاي الأخبار، فكتب علي: كلام في تهويل وتصوير للوضع بالكارثي، لو كان بسبب الخروج فقد سبق أن خرجوا بصورة أسوأ 2016 ضد برشلونة وخسروا نهائي الأبطال أمام البايرن عام 2020، مبابي خروجه متوقع وطبيعي وهذا الكلام معروف من بداية الموسم، والمدرب نفس الكلام من أشهر، والنادي يتبع جهاز قطر للاستثمار، الإخليفي مستمر. أما محمد عواد فكتب: صافرات استهجان ضد معظم نجوم باريس سان جيرمان بمن فيهم ميسي ونيمار، رفع سقف الطموح من الصفقات الصيفية جعل السقوط في الأبطال مؤلم أكثر لهذه الجماهير، من المفترض أن يكون هذا الموسم سببا لوقوف إدارة باريس سان جيرمان مع نفسها وتصحيح مسارها. أما يوسف الخليفي فقال: نشأت في نفس الحي مع هذا الرجل، ما شفنا منه إلا كل خير، ما هي عنصرية ولا شيء، لكن مؤسف أن ترى هذا الهجوم من الصحف العالمية على شخص ناصر بن غانم الخليفي، ولا أعلم تفاصيل أو حقيقة ما يقال عنه، ولكن كل شخص معرض للخطأ وتبقى كبير بأخلاقك ومعانيك يا أبو غانم. وهي كانت مواضيعنا لحلقة اليوم، بنشوفكم مواضيع جديدة الحلقة الجاية.